ضيوفنا اليوم جيتونا من سوريا الحبيبة، سوريا نحبوها نسا كل، نتعرفوا عليكم، مرحبا بكم، على السلامة أخوي. الله يسلمك. أحمد معك، أحمد من الشام، دمشق. دمشق. أنا صالح أخو يعني من دمشق، من العاصمة دمشق في سوريا. صالح، أنت قلت لي في الكواليس أنت زميلنا، يعني صحافي. صحفي في سوريا وصحفي في الجزائر. مرحبا بك. الله يسلمك. نورتنا. الله يخليك يا رب. تسلم. نحكيوا شوية، هذه أول زيارة لكم لتونس؟ إيه والله أول زيارة لنا. أول زيارة. وعجبتنا كثير يعني بصراحة. السؤال الروتيني نسألوه ديما، شو انطباعك يعني كبلد أول مرة تزوره يعني؟ والله بصراحة بالنسبة لي حسيت هيك فيه ملامح أوروبية الجو تبعها يعني، والشعب فيها طيب يعني بتتعامل معه منيح، يتعامل معك منيح يعني. هو في ميزة تلقاها عند الشعب التونسي بتلقاهاش عند حتى الشعب التونسي، كي يسمع بيك أنت سوري وإلا جزائري راهو يولي معناتها عنده طريقة متاع حب متاع القطر غير عادية، خاصة يسمع أنت سوري معناتها يحبك طول، زير يحبك طول، يقول لك رانا خاوة. المحبة بتتضاعف يعني. صح أنا لاحظت الشيء يعني. لاحظت ما شاء الله. لاحظت شيء. ايه طبعا. شو طبيعة زيارتكم هون يعني، سياحة شغل؟ والله سياحة وتغيير جو يعني. نتفسح يعني. نتفسح ونشوف اللهجة والأكل تبعكم وكذا، والأكل بنين يعني، طيب يعني. طيب. تعلم شوية كلام تونسي، قلت الأكل بنين. برشا. تعلم شوية كلام. ايه لازم. شنو الأكلة التونسية اللي حبيتها برشا اللي تعمل عليها جو بلغتنا؟ في الطعام أو الكسكس، بس هذا بيجي. بالعصبين بالحوت بشو أكل؟ خضرة. خضرة. طيب والله. بنين حدك شوي بس. طيب. نعرف ناكلوا الحار. ايه. انتوا الحار بتحطوه بكل شيء ما شاء الله. استنى من شوية كليتها ولا؟ لا والله، بس امام نصيحتك ان شاء الله الحلقة الجاية بكون كذا. البريك. شو عبارة عن شو هذا؟ البريك يعني. مدفون. كليت المدفون. اكلناها طيبة. ايه طيبة. لا بنينة. شو الاماكن اللي زرتها يعني؟ سيدي بوسعيد. والجامع تبعها. جامع زيتونة. ما شاء الله كبير وتصورنا اثري قديم يعني. الجامع معمر لي اكثر من 100 سنة يعني. ايه في كمان اقدم جامعة، هو كان اقدم جامعة بالعالم، كان الجامعة لتدريس القرآن. تدريس اقدم جامعة في العالم الاسلامي. ايه صح يعني، وجامع ومكان اثري جميل جدا يعني. وما شاء الله يعني الشعب التونسي شعب مضياف ويحب الضيف، يحب الأجنبي، يحب وكريم يعني، ويرحب فيك وين ما رحت وين ما جيت. وتونس يعني بلاد جميلة، بلاد جديدة، وفيها كاين يعني في شغلات مثلا مو موجودة بغير البلاد، موجودة بتونس يعني سبحان الله يعني. بس بشكل عام العادات والتقاليد تبع المغرب العربي أو منطقة المغرب وحدة يعني، بالنهاية كانوا كلهم دولة وحدة، وبالنهاية عبارة عن حدود استعمارية يعني. الكل اخوه يعني، لكن الكل شعب واحد يعني، هذلك شعوب واحده بس لكن بعده دول. والتعقيب على كلامك، انت مو اجنبي هون يعني، انت ولد بلاد كما يقولوا احنا، ومرحبا بك في بلادك ديجا، ومش قذيف يعني، ولد بلاد. تونس بلادي ونحب تونس برشا. بالجزائري بزاف. الجزائري بزاف. بالسوري كثير، نحب تونس كثير. انا تو عم اختبار اللهجه التونسيه ونشوفكم تونسي صحيح 100% ولا. نبدا بك انت بعد نجي لزميلي. نبدا بك انت. اي ما صلنا يومين. اقعد واقف. طيب لا اقعد واقف. هلا هي غريبه هي، اقعد واقف يعني، هي اقعد واقف هي مثل ارفص يعني، من اولى نحن او يعني ما تتحرك. استنى يعني استنى. يعني خلي ظل مكان. ايه ثبت حالك يعني، اقعد واقف هيك يعني. ايوه تمام. اختف روحك اسرع. صحيح روح يعني، روح وتعب بسرعة يعني. انا داش نعطيك جملة تونسية وقل لي شو معناه. يلا نبدا. رتبالك وانت تقص في الكياس برشا كرهب. طويلة. ايوه عيدها بالله. رد بالك وانت تقص في الكياس راه فما برشا كراهه بيجري. هلا رد بالك انتبه. انتبه يعني. خلص الباقي عندك. الكياس. الكياس شو الكياس؟ كياس تبع الحمام يعني. لا مو كياس. هلا بسوريا الكياس هو الطريق يعني، هو الشارع. الكياس الطريق. الشارع. رد بالك من الشارع. فيه برشا كراهب. في كتير كراهب.
كهرباء يا سيدي. اها كرهب يعني شوف شو يعني كرهب؟ صعب والله. سياره سياره طنوبيل يعني بالطنوبيل طنوبيل بجزاء سياره سياره. دير بالك في كتير سيارات بالشارع يعني بهالمعنى تقريبا بالشامي. الجمله الثانيه جرب اخي تنجي له غوك. وانت جاي جيب معك مغرفه عندنا عشاء تحفون شو؟ وانت جاي جيب معك مغرفه عندنا عشاء قمقوم. حلو جيب معك وانت جاي جيب معك معلقه عندنا عشاء ممتاز يعني انه شيء باهي. صحيح الله يسلمك. صحيح تو حد الان فاجئتني بالسؤال هذا. به كي تجيب تروح للدار اغسل ساقيك بالكدا واغسل ساقيك بالكدا تمام وتغطى وبعدك المخده تمام يعني بس ترجع على البيت غسل ايديك بالطاسه يمكن ولا هيك شيء وكول وحط راسك على المخده ونام هيك يعني بهالمعنى تقريبا يعني تقريبا بهالمعنى صح خلاص. اللمبوبه نهار كامل تسعى شو؟ اللمبوبه نهار كامل تسعى اللمبوبه عنين الغاز يمكن ايه صح عنين الغاز لا والله اها انبوبه هلا في مصر يقولوا انبوبه يعني ليكون لمبه تاع الضوء يعني نستعين بمساعد يعني صديق واستعانه بصديق يعني مثل ما سيربح المليون يعني يلا انت خليك ترتاح. باه وجه سؤال ليك انت اختبار شوفك تونسي صحيح ولا باه دخلت نعوم الموج غلبني ايه هذا دخلت نعوم هذه تشبه الهدره الجزائريه يعني مثل الحكي الجزائري دخلت نعوم يعني فتت لاصبح وبعدها الموج غلبني البحر شو الموج يعني يعني البحر غلبني او ايه يعني كان البحر قوي او الامواج قويه او هيك شيء يمكن انا مبين في حاله مدقدق ما عادش فيا ايه انا مدقدق هاي كمان كاين من الهدره الجزائريه من هذه يعني مدقدق تعبان ايه انا مدود اخي يعني تعبان ودايخ وما يعني تعبان ايه عيان يعني بالجزائري تعبان في السوري وعيان في الجزائري ايه توا باش نضرب لها كرد هندي ونتكى نرقد لا هيك قلبت على الهندي هيك عم تحكي هندي انت ما فهمت والو كرد هندي كرد هندي يكون اكله اي ولا شيء هو جوعان انا يمكن مشان كرد هندي كرد هندي يعني حاره يعني اربع كعبات من الهندي من التين الشوكي نحن هلا في سوريا نقولوا التين الشوكي يعني صبار نحن في سوريا نقول صباره انتوا هندي يلا اعطيني جمله سوريه اشوف روحي يعني نطلعها ولا ايه اعطيك انا من الامثال الشعبيه السوريه على الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح اعتقد في منه بتونس يعني افرش ترقى ما تتغطى افرش ترقى بتونسي ذي افرش ترقى ما تتغطى يعني على هلا بسوريا ما بعرف اذا نفس المسألة يعني على قد بساطك مد رجليك لا يعني اعمل خير كي ترقى خير نحن في سوريا نقول اعمل خير وكب البحر اعمل خير وكب البحر هون بالعكس هلا في سوريا مثل بيقولوا على قد رجليك مد بساطك يعني كيف يعني يعني على قد مصاريك عيش خليكم كلمه ختام شو عايزين تقولوا يعني يلا ربي يحمي تونس والشعب التونسي والشعب السوري والشعب الجزائري ويولوا ان شاء الله كلهم بلاد وحده وهذه وتتنحى هذه الحدود الاستعماريه هذه كلها تتنحى ان شاء الله وانت كلمه ختام يعني يلا والله شكرا لاستقبال الحلو من الشعب التونسي كريم ومضياف وطيب ومحترم واخواتي يعني بالعكس بلد جدا رائعه والله سياحيه وراقي وناس طيبه يعني بالحق انا فخور برشا عملت معكم حوار محليك وبالحق حسيت روحي قاعد مع اخواتي نحكي معاكم ان شاء الله قاعدين تفهموا علي على اللهجه نتاعي ما فيش حتى اشكال يعني وتفضل عنا على سوريا وتفضل على الجزائر هلا انا سوري امي جزائريه ابي سوري امي جزائريه شفت انا الدول العربيه كلها واحده يعني بالنهايه ايه بالنهايه ما كانت الحدود موجوده كان كلهم بلاد واحده